شكرا سيد الرئيس. غير الى سمحتوا المطالبه بالترجمه ديال اللغه الرسميه ديال هذه البلاد، انا اعتبرها سبه في حق الهويه وسبه في حق وثيقه دستوريه كانت موضوع تعاقد المغاربه. نهار السيد الرئيس الامازيغيه كانت حق دستوري لواحد الشريحه عريضه من المواطنين اللي ما كيفهموش العربيه. اليوم هنيئا لنا وهنيئا لكم انكم حسيتوا بالمعاناه ديال دوك الامازيغ اللي ما كيفهموش شنو كنقولوا في هذه القبه الموقره. وانا كنتمنى من السيد الوزير الصديق والاخ العزيز السي وهبي اللي بشرنا مؤخرا انه كيعرف الريحه ديال التقاشر ديال المغاربه، انه ايضا يبين لنا انه كيعرف اللغه الرسميه ديال بلاده. وشكرا. جمله، حنا المحاكم اللي غادي نبنيو ان شاء الله في المناطق غادي المقيم غادي تكون محاكم مزيانه ومبنيه بشكل مزيان باش ما تغرقش الشتا بحال التيرانات. شكرا.